اسمه إبراهيم العبد. اسمه الحركي كان رشيد، كان ساكن بالشام. ايه ايه رشيد رشيد. تعرفه لبابا؟ كنت أصغر من إني أتذكر وجودك لأنتبه على غيابك. أول إشي وعيت عليه بهالقصة إنه ممنوع نحكي فيها. لا 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 لا، أنا هذا الفيلم قلت لك لو عامله فيلم على إشي تاني لسه أحسن لي. أنا عملته رغبة إلك، ولا أكيد واحد قال باي باي لخمس أولاد ومدام زي القمر، يعني ما في النهاية كمان أعمل له فيلم أطبل له. بسأل حالي شو هي هالفلسطين يلي كتار بدهم يموتوا كرمالها؟ كيف قدرت تختزل حكاياتنا الشخصية بحكايتها الطويلة ويلي ما عم نعرف كيف لازم ننهيها؟ هلا أنا يعني مشان تكوني بالصورة ما عندي استعداد أموت من أجل فلسطين. بجوز هذا التأثير اللي أثر علي ممكن يعني؟ أنا عندي استعداد أموت من شانك، من شان ابني إبراهيم. ما بفكر لحظة. فلسطين شيء جميل، واحد بلده وأرضه ودير أبو مشعل والزيتون والتين، بنروح ناكل نتفيا تحت التينات، ما عندي أي مشكلة. بس إني أموت من شان بلدي لا. أسفت، حسيت انضحك عليه، وبعدين حسيت انضحك علينا كلنا كلنا كلنا، مو كعيلة، كلنا. بعد أكثر من 30 سنة على غيابك، مين فعلاً عنده جواب حاسم عن إيش صار معك؟ ما كنا نمشي مع بعض إحنا وياه سوا. إيش؟ خلص هو عارف وضعه. شغلة تبعيات، شغلة غامضة. إذا عندك، روحي يا كده الخوصة، إذا عندك دليل، مش دليل بس، إذا عندك لحد الآن شكوك إنه أنا سبب هالكيت مدت بالبحيني. يمكن صار لازم أقبل إني ما رح أقدر أمسك الماضي بإيدي، وإنه أكتر إشي فيي أعمله اليوم إنه حاول أفهم كيف أخذت خياراتك.